واصل الترجي الرياضي التونسي تصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى من خلال تحقيق 10 انتصارات وتعادل وحيد دون أي هزيمة. ورغم هالنتائج الإيجابية، لأنه بعض من جماهير الترجي انتقدت مردود أداء الفريق وغضب كبير على المدرب فوزي البنزرتي، خاصة بعد انسحاب أبناء باب السويقة من ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. والأكيد أن المساج اللي يوجهه بعض من أحباء الترجي بعد نهاية مباراة الدربي تجاه مدربهم زاد في توتر العلاقة بين زوز الأطراف، وفئة من جماهير الترجي طالب برحيل المدرب رغم المساندة اللي لقاها من رئيس النادي حمدي المدب اللي عبر في أكثر من مناسبة على تمسكه بالبنزرتي نظرا لكفاءته وخبرته في مجال التدريب. في ظل هالعلاقة المتوترة بين فوزي وبعض من جماهير الغاضبة، شنو المطلوب من المدرب وشنو اللي مش ماشي في الترجي، وقداش ينجم يصبر البنزرتي على هالوضع، وقداش تنجم تصمد الهيئة في تشبثها بقرارها بالحفاظ على المدرب فوزي البنزرتي؟